بريطانيا أعلنت الإنذار التام لرعاياها في الداخل العراقي، وذلك لأنها وجدت بأن الفترة القادمة سيكون الوضع في العراق متدهورا وقد يزداد سوءا، كما نتحدث مع الأزمة الجارية في العراق. هذا كله كان صادرا من مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني، هو الذي أصدر تقريرا بهذا الشكل في 48 ساعة الماضية، ووضعوا خارطة للعراق حددوا فيها المحافظات العراقية. كما تلاحظون إذا ما ألقينا نظرة على سبيل المثال هنا على خارطة العراق، جميع المحافظات العراقية بما فيها العاصمة العراقية بغداد باستثناء إقليم كردستان هي باللون الأحمر، ووضحوا أن هذه النقاط والمحافظات باللون الأحمر هي وجهوا فيها توجيها وملاحظة، وقالوا advice against all travel، أي بما معنى ننصحكم أيها البريطانيون ألا تذهبوا إلى هذه المناطق نهائيا، وألا تسافروا إن كنتم مهتمين بالسفر إلى هذه المحافظات من ضمنها طبعا بغداد. أما بالنسبة لإقليم كردستان باللون الأصفر فالنصيحة كانت حاضرة بنفس الطريقة، لا تذهبوا أيها البريطانيون إلى إقليم كردستان إلا في الحالات الضرورية، وبالتالي وضعوا استثناء طبعا إلى إقليم كردستان. وهذا يعود إلى أسباب مهمة ذكرها مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني طبعا، والذي ذكره وقال بأن مسألة تشكيل الحكومة لا زالت فيها مشكلة حقيقية كبيرة للغاية منذ الانتخابات التي تمت منذ عام من الآن وليس هنالك أي تشكيل لهذه الحكومة، وبالتالي هم وجدوا بأن الظروف ممكن أن تتأزم في ظل الصراع، وفي إشارة غير مباشرة إلى الصراع الجاري بين الإطار التنسيقي وكذلك بين التيار الصدري، ووجدوا بأن التظاهرات من الممكن أن تتصاعد في الفترة القادمة بشكل كبير، ومن الممكن للأمور أن تتوجه إلى العنف مرة أخرى بحسب هذا التقرير الصادر من هذا المكتب التابع طبعا إلى وزارة الخارجية البريطانية. في نفس الوقت هم أشاروا إلى الفصائل المسلحة المقربة من إيران، ووجدوا بأن هذه الفصائل المسلحة أيضا من الممكن جدا أن تصعد في الفترة القادمة ضد التواجد الغربي. قالوا أن هذه الفصائل لا زالت تعادي التواجد الغربي إن كان من الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها، ووضحوا بأن مستشاري التحالف الدولي سبق وأن تعرضوا إلى هجمات من هذه الفصائل، ومن الممكن أن يستهدفوا المواطنين البريطانيين، وحذروا من عملية اختطاف قد يتعرض لها المواطنين البريطانيين الموجودين في الداخل العراقي. وأيضا وضحوا أن البعثات الدبلوماسية لهذه الفصائل قامت بمهاجمة البعثات الدبلوماسية سابقا، ومن الممكن أن تصعد وتقوم بهجمات في الفترة القادمة، وبالتالي على هذا الأساس لا تذهبوا إلى هذه المناطق نهائيا. أما بالنسبة لإقليم كردستان فالتحذير الحاضر هو بسبب مسائل المدفعية وطائرات المسيرة والصواريخ التي رأيناها من إيران على سبيل المثال، أو القادمة كذلك من تركيا، ووجدوا بأن هذه تزيد من مخاطر الوضع في إقليم كردستان. ولكن كما تحدثنا هنالك استثناء للضرورة من الممكن أن تذهب إلى إقليم كردستان، عدا ذلك لا تذهبوا إلى العراق، وهذا ما ثبته هذا التقرير حول هذه المسألة. تتصاعد التوترات بسبب المفاوضات المطولة بشأن تشكيل الحكومة بعد الانتخابات التي أجريت في أكتوبر عام 2021. الوضع الأمني معرض لخطر التدهور، لا يزال الوضع غير مؤكد ويمكن أن يزداد سوءا في غضون مهلة قصيرة. وأضافت أن مزيدا من الاحتجاجات من المرجح أن تحدث مع احتمال العنف، مع وجود احتمال لتهديد متزايد ضد المصالح الغربية بما في ذلك تهديد على مواطني المملكة المتحدة. بريطانيا هي ليست الوحيدة التي تتحدث وتتجه بهذا الاتجاه، وفي مسألة الإنذار التي أعلنتها على مستوى الداخل العراقي لمواطنيها ولرعاياها، لا أبدا، فالولايات المتحدة الأمريكية كانت سباقة في هذه المسألة، وتحديدا الأمر الصادر من البيت الأبيض من الرئيس الأمريكي جو بايدن في 9 مايو الماضي بهذا الشكل، عندما أعلن تمديد حالة الطوارئ الوطنية، وذلك من أجل مواجهة التهديدات العادية وغير العادية التي ممكن أن تتعرض لها الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى إن كان هنالك هجوما على الدبلوماسيين أو هجوما كذلك على مستشارية التحالف الدولي أو المصالح الأمريكية، وبالتالي أنت أمام حالة طوارئ وطنية أمريكية وحالة إنذار كبيرة بريطانية وتحذير من السفر في مسألة وتحذير للمواطنين البريطانيين من الذهاب إلى العراق. ولكن
هذا لا يعني بأن ليس هنالك اهتماما في العراق، فهنالك اهتمام في العراق كبير، وتحديدا التركيز والتصريحات الغربية تذهب إلى أقليم كردستان. هذا الأمر لم يكن فقط واضحا من الوفود التي جاءت الأمريكية إلى العراق مؤخرا، عندما نتحدث عن وفد الخارجية الذي جاءت وترأسته طبعا باربرا ليف، أو حتى وفد البنتاغون الذي ترأسته سلسيت والندر، وتم توقيع اتفاقية مع وزارة البيشمركة تحديدا والبنتاغون عندما جاءت الزيارة الأخيرة لوفد البنتاغون. لا أبدا، بل هنالك تصريحات جديدة صادرة من هذا الرجل الكاتب والمفكر والفيلسوف برنارد ليفي، كان موجودا في إقليم كردستان في إربيل في مؤتمر مهم، وهو مؤتمر القضية الكردية في الشرق الأوسط. الرجل كان قد تحدث عن هذه المسألة وعن أهمية إقليم كردستان، وهو وضح وقال بأن الأزمة التي تعاني منها أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية على مستوى الطاقة على مستوى النفط يبدأ الحل الخاص بها قادما من إقليم كردستان. المشكلة التي نعلم تماما مشكلة الطاقة أصبحت حاضرة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ووجد أن الحل يبدأ من إقليم كردستان، وأن على الكرد على حكومة إقليم كردستان بما أن لديها أصدقاء في أوروبا أصدقاء في الولايات المتحدة الأمريكية أن يستغلوا هذه المسألة الاستراتيجية المهمة، لأن هذا الموقع مع أهمية الطاقة الموجودة فيها هو يربط الشرق والغرب بحسب ما وجده وتحدث به برنارد ليفي. على هذا الأساس هو وجد أن حكومة الإقليم قادرة على طلب المزيد من الحماية مثلا من الولايات المتحدة الأمريكية لهذه المنطقة، وأن الولايات المتحدة الأمريكية ستوفر الحماية هي وأوروبا، لأن هذه مسألة طاقة مهمة للغاية، وعلينا لا نستهين بهذا الكلام، ومن الممكن أن يتحول إلى حقيقة لسبب ولأسباب مهمة هي أسباب أزمة الطاقة القادمة بين روسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. والأزمة الأخيرة التي طبعا أغضبت الولايات المتحدة الأمريكية واعتبرتها بأنها عمل عدائي هو ما صدر من أوبيك بلس عندما أعلنوا تخفيض إنتاج النفط بمليوني برميل للنفط في اليوم الواحد. روسيا كانت قد طلبت سابقا تخفيض إنتاج النفط بمليون برميل لليوم الواحد، ولكن أوبيك بلس فجر المفاجأة وقام بتخفيض الضعف تماما، وهذا ما أغضب الولايات المتحدة الأمريكية واعتبرته بأنه اعتداء، لأنه ببساطة سيزيد من أسعار الوقود في أوروبا في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيزيد من الدمج والضرر الذي ممكن أن يتعرض له الحزب الديمقراطي تحديدا في انتخابات الكونغرس الأمريكي على مستوى مجلسي النواب والشيوخ، ويعطي فرصة كبيرة للجمهوريين للسيطرة. من الممكن أن تطيح هذه المسألة تحديدا بالعديد من الحكومات على المستوى الأوروبي على مستوى الرئيس الأمريكي جو بايدن وحزبه والسيطرة على الكونغرس، بالتالي من الممكن أن يفقدون سيطرتهم في الكونغرس بسبب هذه المسائل الاستراتيجية. وعلى هذا الأساس الأهمية لإقليم كردستان الآن ازدادت في هذه الظروف، وكذلك يجب أن ننتبه أيضا إلى مسألة قد لا ينتبه إليها كثيرون، وهي مسألة الاتفاق النووي، فإن هذه الظروف تفتح الفرصة للولايات المتحدة الأمريكية الآن ولأوروبا أن يذهبون مباشرة إلى تنازلات أو تفاوضات مكثفة أكثر مع إيران من أجل العودة للاتفاقية النووية، وذلك للاستفادة من الغاز الطبيعي الإيراني، فإيران تمتلك ثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي على مستوى العالم، وبالتالي هذه من الممكن أن تحقق فائدة كبيرة في إيران، وكذلك يستفيدون طبعا منها الغرب، كذلك إيران تستفيد على برفع العقوبات والمسائل التي تتعرض إليها، أيضا الاستفادة من الطاقة الموجودة في إقليم كردستان وتطويرها، وكذلك تخفيف الضغط الذي يتعرض له إقليم كردستان من إيران تحديدا في العملية العسكرية التي تخوضها والتي تشنها على إقليم كردستان على المعارضة الموجودة هناك، والتي تضر بالبيئة الاقتصادية وطبعا تطور مستوى وتطور قطاع الطاقة الذي يأتي في إقليم كردستان. وفعلا إيران كانت قد أعلنت، وتحديدا بحسب وكالة تسنيم الحرس الثوري الإيراني كما تلاحظون بتسنيم وكالة تسنيم بشكل خاص، أعلن الحرس الثوري تعليق العمليات العسكرية بحجة أننا نعطي فرصة لحكومة إقليم كردستان بإبعاد الأحزاب المعارضة التي تتدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية، الأحزاب المعارضة الإيرانية الموجودة في إقليم كردستان. ولكن في حقيقة الأمر هنالك توقف لهذه العمليات، تفتح فرصة لنعود إلى الاتفاق النووي مع إيران، نستفد من الطاقة كما تحدثنا، نستفد من الطاقة الموجودة في إقليم كردستان، وبالتالي الطاقة ستسير بشكل طبيعي مع ضمانات أوروبية طبعا لكي لا تكون تقلبات أو تشهد
إيران أو الولايات المتحدة الأمريكية تقلبات على مستوى مثلا فاز الحزب الجمهوري الضامن هي أوروبا من أجل أن لا يكون هنالك ضررا كما حدث مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانسحاب من الاتفاقية النووية ودخلنا ما دخلنا إليه، وبالتالي تخف مسألة الضغط على مستوى الطاقة. ولكن هنالك مشكلة على مستوى الاتفاقية النووية من الممكن أن تعطل هذه المسألة التي تبدو بسيطة وواضحة للجميع والعودة إليها، هي مسألة التظاهرات في الداخل الإيراني. فالتظاهرات عادت لتنفجر بشكل كبير الآن في الداخل الإيراني بعد تقرير كان قد صدر من إيران بشكل رسمي بعد عملية الموت التي تعرضت لها مهسا أميني تحديدا والتي كانت سببا في انفجار هذه التظاهرات. التقرير الذي صدر الإيراني أكد بأنها لم تتعرض إلى الضرب، هي كانت قد أجرت عملية في 8 من عمرها من أجل إزالة ورم في الدماغ، وأن هذا الأمر انعكس عليها، دخلت في غيبوبة أثناء الحجز وبعد ذلك توفيت، وبالتالي هي لم تتعرض إلى ضرب. عائلة مهسا أميني وتحديدا والدها رفض هذه المسألة، فريق المحاماة رفض هذه المسألة تماما، وعادت التظاهرات لتنفجر مرة أخرى. طبعا الجمعة الماضية كان هذا التقرير، السبت عادت لتنفجر التظاهرات وهي مستمرة حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها. معهد دراسات الحرب وضح يوم أمس أن التظاهرات قد اشتعلت في جميع هذه المحافظات الإيرانية التي تلاحظونها، وواحدة من المحافظات التي تتعرض إلى ضغط كبير من قبل الحكومة الإيرانية في الداخل الإيراني تجاه المتظاهرين، والتي تسببت بعقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية في الخميس الماضي، وكذلك هنالك أيضا عقوبات مرتقبة من أوروبا بسبب ما يجري من قبل إيران. هذا هو الذي يهدد مسألة العودة للاتفاقية النووية، لأن هنالك مزيدا من العقوبات. في سننج على سبيل المثال كان هنالك فجأة وبشكل مباشر كما تلاحظون من التاريخ من يوم أمس هنا في 8 من أكتوبر بحسب ما صدر كما تلاحظون من قبل نت بلوكس، طبيعة الإنترنت كانت مستقرة في سننج ولكنها فجأة انخفضت واستمر هذا الانخفاض. وعادة السلطات الإيرانية تقوم بهذه المسألة من أجل مواجهة التظاهرات وأن لا ينقل أي شيء عبر الإنترنت من طبيعة ما يتعرض له المتظاهرين. واحدة من المقاطع التي نشرت والتي هي واضحة للولايات المتحدة الأمريكية هي واضحة للأوروبيين عن طبيعة ما يجري من عملية ضرب للمتظاهرين. على سبيل المثال هنا سنلاحظ واحدة من اللقطات المهمة إلى هذا الشرطي الذي تلاحظونه وهو يضرب، هذا الشخص الذي يواجه المتظاهرين بضربات بالبندقية. إذا ما حاولنا أن نتوقف على سبيل المثال في هذه اللقطة لكي نحدد الموقع، سنلاحظ بأننا هنا أمام محل في هذه النقطة لكي نحدد هذا الموقع أين هو. سنلاحظ أن فروشكا سعدي هذه إحدى المحال الموجودة في العاصمة الإيرانية طهران، وسنلاحظ أن بعد هذه النقطة التي يركض بها ويرمي طبعا بهذا الشكل هذا الشخص أن هنالك فندقا يأتي بعدها، وبعدها ستلاحظ بأنه يتوجه إلى المتظاهرين في إحدى النقاط المعينة ويبدأ بالرمي على المتظاهرين. المسألة مسألة تصدي، المسألة تؤدي إلى العديد من القتلى والجرحى. التقرير من رويترز الصادر تحدث عن 185 قتيلا على الأقل حتى هذه اللحظة بحسب تقرير جديد صادر عن طبيعة ما يجري من هذه المواجهات، وهذه هي ما تزيد من صعوبة الموقف الذي نتحدث عنه. إذا ما توجهنا إلى القمر الصناعي طبعا تزيد من صعوبة الموقف ليس فقط في الداخل الإيراني وإنما في العودة للاتفاقية النووية. دعونا نتوجه الآن إلى العاصمة الإيرانية طهران لكي نحدد هذا الموقع الذي يبدو سهلا من لتحديد هذا الموقع بالتوجه إلى العاصمة الإيرانية طهران. سنلاحظ بأننا نتوجه إلى عمق هذه العاصمة المهمة للغاية، وهنا طبعا كما تلاحظون متنزه، هنا كما تلاحظون ميدان الإمام الخميني، وهنا سنلاحظ بأننا أمام طريق بهذا الاتجاه. دعونا نأخذ صورة موضحة ونقوم بتحديث هذه الصورة لكي نعرف تماما ما الذي يجري وأين كان هذا الضرب على المتظاهرين كما تلاحظون. لنتوقف هنا بهذا الاتجاه بالنسبة إلى المحل الذي ركزنا عليه وهو فروشكا سعدي، هو يأتي بهذا الاتجاه، الفندق الذي مر منه هو يأتي بهذا الاتجاه، نقطة التصوير واضح بأنها كانت بهذه المنطقة، التصوير كان بهذا الشكل، والرجل الذي كان يضرب على المتظاهرين هو كان يقف بهذه المنطقة. الواضح أن المتظاهرين قد انسحبوا، كانوا متواجدين في هذا المبنى، انسحبوا إلى هذه المنطقة للعبور
إلى المناطق أو الشوارع الخلفية، وهو طبعا جاء وعبر الطريق وتوجه بهذا الاتجاه وقام بعملية ضرب المتظاهرين. بالتالي مطاردات في وسط أحياء العاصمة الإيرانية طهران، وهذا يرشح عقوبات أكثر، يصعب مسألة العودة للاتفاقية النووية، ويصعب مهمة الولايات المتحدة الأمريكية في مسألة الطاقة في دخول الحرب الروسية الأوكرانية في نقاط صعبة وخطيرة للغاية. ولكن أيضا هذه الصراعات كما نعلم تنعكس على الداخل العراقي، تنعكس على أقليم كردستان. إن كانت تظاهرات موجودة في الداخل الإيراني أو إن كانت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.